السعادة قرار، ولا يملكه بعد الله سبحانه وتعالى إلا الإنسان ذاته. ما حد يقدر يضيق خلقي أو يزعجني أو يؤذيني إلا باختياري، ولا حد يقدر يدخل السعادة والسرور على نفسي إلا أنا، الله سبحانه وتعالى ثم أنا، ما في أحد ثاني يقدر. ما في أحد يأذيني لا في شارع ولا في سيارات ولا في البيت ولا زوجة ولا عيال ولا زوج ولا أب ولا حما، ما في أحد يقدر يؤذي أحد إلا باختياره. الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان حصن خاص فيه، محصن، كل إنسان محصن، ما يؤذى على كيف أي واحد يأتي يؤذيني، ما يؤذيني باختياري. التقيت مع شخص اسمه إبراهيم. إبراهيم هذا كان إنسان سعيد، وإن شاء الله ما زال، كل على طول يتبسم ويضحك على طول على طول، ما شفته يعني، جلس معاه يمكن سنة سنتين، على طول ما في يوم من الأيام لقيته إلا مبتسم ويضحك، ويضحك ضحكة بصوت يعني لها باينة. يوم من الأيام يناديني أبو فوزي، أبو فوزي هو لبناني. قلت له يا إبراهيم أنا ماني أبو فوزي. قال ما يفرق أبو فوزي أبو فهد كله نفس الشيء. قلت له شنو نفس الشيء؟ أبو فوزي ما هو أنا، أبو فوزي صلاح الراشد، أبو فهد محمد ثويني. وضحك ضحكته ها ضحك الشكل. قلت له ايش فيك ابراهيم تضحك؟ قال اسمع انا الحين صيف. قلت له يعني شنو صيف؟ صيف تغير اسمك؟ قال انا ما غيرت اسمك، انا ماخذ اجازه اصلا ما افكر. ابو فوزي ابو فهد كلام نفس الشيء، وضحك ومشي. ذاك الوقت انا ضحكت، ضحكت على فعل ابراهيم، قلت شنو هالانسان يفكر صح؟ لكن اكتشفنا عقب 10 سنوات 12 سنه كان ابراهيم صح. شنو هذا السر اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بناء عليه بنى حياه كامله؟ أن لا إذاء ولا إزعاج، ما في هذا كله، ليس له قيمة. نعم هو موجود ماديا موجود، لكن على النفس ما هو موجود، في حاجز، هناك حصن، هذا الحصن أنت تفتحه ولا تتسكر حق غيرك. أذوني، شوف شو تقول أنت، أذوني إزعجوني كذا، أنت اللي تقول مش هم. ولهذا اليوم نبي ناخذ قرار أن نغلق باب السعادة على أنفسنا، فكل شيء يحدث لي يسعدني. طيب في دليل على الكلام؟ نعم، عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، هذا دليل، كل أمرك خير. طيب كيف الإنسان إذا كان كل أمره خير ولا يفرح بالخير؟ في تناقض عين، إذن يحدث لي خير وأزعل، هذا غلط. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير. قال لي واحد من الشيبان يحكي لي عن يعني حكمة الشيبان عندنا وفي كل بلد، فيقول مر شيبة طعن فيه الزمن فانحنى ظهره، مر على شباب فقال واحد من الشباب تبون أضحككم، أنا لأن الموضوع له علاقة بالسعادة، تبون أضحككم على الشيبة؟ الآن تجد مجموعات شبابية في المساجد ان طرفها أو في السوق في كذا، يستهزئون في بعض الناس، يضحكون على بعض الناس، وإذا واحد صار له موقف ضحكوا عليه، هذا ليس من أخلاقنا ولكنه يحدث. فقال الولد تبون أضحككم على الشيبة؟ قالوا يلا خلنا نضحك، ما عندنا شيء نسوي، بطالية. فقام صرخ واحد من العيال على الشيبة، يا شيبة يا أبو عبد الله. قال نعم. قال تبيع قوسك، تبيع القوس اللي عندك؟ فالناس في هذا الموقف على اثنين، ممكن يرد عليه يشتمه يسبه يصغره يقلل من قيمته تجاهله، أو يرد عليه بحكمة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل موقف يتصرف بحكمة، يعطينا قاعدة أصولية في فن التعامل السعيد في كل موقف. هذا الشيبة عاد رد عليه فالتفت، أخذ قرار أنه يرد على الولد رد يخلي ربعه يضحكون عليه. فلف عليه فقال يا ولدي إذا الله عطاك عمر بيك ببلاش، فضحكوا الشباب. الانفعال طبيعة أنه ذاتي. يعني شنو ذاتي؟ يعني لو أنا جاني خبر ربحت مليون راح أعبر عن سعادتي بطريقة تختلف عن الشيخ، تختلف عنك، تختلف عنها. ليش؟ طيب كلنا شعرنا بالبهجة والسرور، لكن ليش غير؟ لأنه لكل إنسان ذاته، له بصمة في التعبير عن السعادة. ولهذا أبو عبد الله عنده 5 عيال، عطى لأولي ربع دينار طمر على أبوه ولما وحببه حببه 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 مشكور يبا مشكور يبا ربع دينار ونزل. قال حلوة لما ببلاش من العيال، راح حق الثاني عطى ربع دينار قال مشكور يبا زين وين
سكت، قال الظاهر هذا يمكن في شيء. يا حق الثالث أعطاه ربع دينار ولا كلمة. زين شكرا على الأقل يعني. قال الظاهر ما أحس بالسعادة. يا حق الرابع أعطاه ربع دينار قال بس. يا حق الخامس أعطاه طلع الربع قال خلي حقك ما بفلوس اليوم. طيب من منهم سعيد؟ أول واحد صح؟ أخطأتم كلهم. كلهم سعداء بس كل واحد عبر عن سعادته غير الأولي يحب البيزات فالربع عنده يعني بيروح يشتري شيء فطمر عليك وعبس الدنيا. هو طريقته الشكل أنه سميه المعبر فتنعكس السعادة من ذاته إلى خارجه. الثاني متزن قال لك شكرا يبا. الثالث هذا المختفي هذا ما له حس هذا نسميه المتجمد طبيعته أنه لا يخرج الانفعالات البتة. الرابع اللي قال لك بس هذا ايضا هو فرح بالربع لكن الفرحه ما تكفي اللي بيشتريه هو. هو حاط بباله انه يروح يحضر مباراه ويشتري حب ويشتري بارد ب 650 فلس انت اعطيته ربع فقال لك بس. مو انت ما اقصد انك انت بخيل هو يقول ان هذا اللي ياني ما يكفيني بس يعني لو اعطيتني زياده احسن. فهو كان سعيد بس السعاده غير كافيه تظهر. واما الاخير اصلا ما كان محتاج فلوس قال يبا خليها لك ما له داعي تعطيني اياها فانا سعيد من غيرها. عرفنا الفرق بين الخمسه.